مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من رمضانيات. اليوم بدنا نحكي عن احد الطقوس الرمضانية اللي كنا بنتذكرها وهي المشروبات الرمضانية. اليوم بدنا نحكي عن مشروب مهم جدا جدا وهو التمر هندي، تمر هندي او تمردين باللغة الانجليزية، من احد المشروبات اللي كتير كتير شربناها أو بنشربها لسه في رمضان. إلها طقوس خاصة في رمضان، بنشربها خارج رمضان ولكن برمضان إلها طقوس خاصة، زي ما حكينا في الحلقات الماضية عن المشروبات الأخرى. هذا التمرندي يعني يشتهر بيعه في رمضان، خاصة قبل ساعات الإفطار بخرج الناس على بائعي العصائر، بكونوا بيعوا عرق سوس، تمرندي، مشروبات أخرى، ولكن اللباس تبعهم بالطربوش هذا، بيبيعوا هذه العصائر سواء في علبة زجاج أو علبة بلاستيكية أو يمكن حتى كيس بلاستيكي بترجع البيت تكون في الثلج هيك بدوب شوي شوي، بتطلع هاي النسمات تبعت الثلج هيك على كيس البلاستيك من خارج، بتشربه عند الإفطار، فعلا بعطيك رونق رائع وبتشعر إنه بيغطي العطش اللي صار خلال فترة الإفطار. اليوم بدنا نحكي شوية مش بس عن العادات، عن فوائده وبرضه مضار التمر الهندي. خلينا نبدأ إن شاء الله. طبعا هو شبيه كتير للعرق سوس، في كتير أمور بتشابه في مشروب العرق سوس، وعشان هيك يمكن هدول اثنين أشهر مشروبين يشربوا في شهر رمضان من خلال الناس، وخاصة الكبار بالسن. الشباب هلأ شوية اختلفت، صاروا يشربوا بيبسي وكولا ومش عارف شو، وهذه جريمة جريمة صراحة بعد أو على الإفطار تشرب هذه الأشياء. نرجع للمشروبات الرائعة اللي كانوا يشربوها أجدادنا وأبائنا اللي هي العرق سوس والتمر هندي. نحكي عن التمر هندي هلأ. التمر هندي بحسن عملية الهضم بشكل طبيعي، وخاصة للناس اللي بصير عندهم عسر هضم بعد الإفطار. انتوا بتعرفوا صايم 10-12 ساعة، 13-14 ساعة، بيجي عند ساعة الإفطار بدب دب على الأكل، بصير عنده عسر هضم وبنام ومش عارف يتحرك. فموضوع تنظيم الهضم هذا مهم جدا. القرحات، قرحات المعدة والأمعاء، هذه من الشغلات اللي كتير تؤرق ناس وبتساعد أو بتغلبهم كتير وألم، ولازم يأخذوا أدوية. تمر هندي رائع جدا لهذا الموضوع. الحموضة، في ناس عندها حموضة في المعدة والأمعاء وهذه بتأدي طبعا الرفلكس هذا. التمر هندي رائع جدا، مع أنه هو فيه فيتامين سي وحامض ترى يا جماعة، أسيدك، بس بكتير بيساعد في موضوع الحموضة. الإمساك، الإمساك، الناس اللي عندها إمساك وخاصة في رمضان تعرف نشربش سوائل كتير، فبالتالي كتير ناس بتصير عندها إمساك. موضوع التمر هندي كتير بسهل، عشان هيك زي ما حكينا اللي عنده إسهال ممنوع يأخذ التمر هندي لأنه بزيد عملية الإسهال. هو عبارة عن الماجيشنز، الساحر للجهاز الهضمي، بنظف الجهاز الهضمي، بيساعد في تحسين دورة الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز الهضمي. ليش للمناعة كويس؟ لأنه فيتامين سي فيه كتير عالية، نسبة الفيتامين سي ونسبة الحديد كتير عالية، فالناس اللي بدها حديد وبدها فيتامين سي عليها بشرب التمر الهندي، عشان هيك يعتبر من أفضل مقويات المناعة. المسالك البولية، الناس عندها كتير، في ناس عندهم التهابات في المسالك البولية، هو رائع جدا لالتهابات المسالك البولية. ليش؟ لأنه بنظف الكلى، بحاول أنه مدر للبول، وبالتالي بيسهل عملية الإخراج تبعت البول، وبالتالي بنظف المسالك وبمنع البكتيريا، زي ما حكينا هو مضاد للالتهابات البكتيرية. الضغط، الناس اللي عندها ضغط طبيعي بنظم عملية الضغط، لكن الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم ممنوع يأخذوا يا جماعة عرق سوس أو تمر هندي، لأنه بيرفع الضغط. هدول اثنين لازم ينتبهوا، فهو بيرفع الضغط. الناس اللي ما عندها ضغط ما عندها مشكلة لأنه بيعمل مناعة. طبعا ما تشربوا كتير، كميات كبيرة برضو ممكن يأثر، فهو لازم نكون معتدلين بهذا الموضوع. مانع للجلطات، وهذا شيء مهم جدا لأنه بمنع الأكسدة في الجسم، وبالتالي بمنع أكسدة الكوليسترول، وبالتالي بمنع الجلطات، فهو مهم جدا لتحسين صحة جهاز الدوران والقلب. طبعا محتوى عالي من البوتاسيوم بيساعد على السيطرة على ضغط الدم، وبالتالي أيضا على
منع الجلطة، ولكن ممنوع الناس اللي بوخدوا، هاي تذكروها يا جماعة، اللي بوخدوا مميعات يشربوا، لأنه هو بتفاعل مع هذه الأدوية وبيعملها أكسدة، وبالتالي ما بتشتغل في الجسم بشكل طبيعي. فانتبهوا، ثلاث شغلات ممنوع تأخذوها إذا عندكم إسهال، إذا تأخذوا مميعات وبعض الأدوية طبعا اللي بدناش نحكي عنها بالتفصيل، ولكن المميعات، واللي عنده ارتفاع ضغط الدم، هذه الأمراض لازم تبتعد عن التمر دي. طبعا من الشغلات المهمة جدا والغريبة انه تمر الدين هو سكر، يعني هو تمر حلو، ولكن هو منظم رائع للسكر في الجسم. فالناس اللي عندهم سكري بالعكس يحبذ انه يشرب، مع انه مرتفع فيه السكر، لكن السكر اللي فيه بنظم الانسولين بطريقة او باخرى، وبساعد على امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد ايضا على خسارة الوزن، الناس اللي بدها تضعف، فهذا مهم جدا. هو بيمنع ارتفاع سكر الدم، فالناس اللي عندها انخفاض بسكر الدم ما تشربه بكميات كبيرة، ولكن اللي عندها ارتفاع في سكر الدم ممكن تشربه. الجلد يا جماعة، الجلد لو تعرفوا قديش بيسوي للجلد، هو مانع للأكسدة وبالتالي في الجسم، وبالتالي هو بيعمل بقوي نضارة الجلد. فالسيدات والرجال اللي حابين انه يكون جلدهم جيد يشربوا هذا النوع. طبعا الجهاز العصبي بسبب فيتامينات اللي موجودة فيه، وفيتامين الثيامين الرائع بيؤدي ايضا الى تقوية الجهاز العصبي. بشكل عام هذا تمر عندي، خليكم معنا في الحلقات القادمة، حنحكي عن مواضيع اخرى. سلام للجميع.